قال فضيلة الشيخ منصور محمد رمضان والذي سيتلو علينا من صورتي النجم والقمر. نعم لنرى عجائب قدرة الله مع نبيه وفتوحات الله مع نبيه حيث التقى الحق تبارك وتعالى بنبيه وبين لنا في صورة النجم مدغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تجليات ونفحات يفيض بها رب العباد على قارئنا فليتفضل مشكورا مجزيا من الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه ويوفقه ويزيده من فضله فليتفضل مشكورا مجزيا من الله. ولله ما في السماوات
ألا تزكون أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت
No.
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى غشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى غشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى
أزفت الآزفة ليس لها من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولا
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على صدق الله.